لا يبقى ليش فوق مسجل الموضوع هذا. راح نخصو الرد بلطف، ماشي بوليميك، ماشي تاع صراعات، ماشي تاع ملاسنات، ولكن الرد بلطف على العربي زيتوت اللي قال كلام انا كنت ما سمعتوش غير كما بلغني. هذول الناس قال راه قال راه قال، انا ما نديرش بلي راه قال. قال اعطيني واش قال. قال يعني حتى البارح باش اخوان بعثوا لي مقاطع اللي شد فيها اتهامات كبيره لي انا، في الوقت اللي انا معرض للاغتيال سي زيتوت يتهم فيها بالكذب. عيب عليه، انا عمري ما اتهمته باي حاجه، ولا تكلمت عليه، ولا جبت سيرته، يعني ما ندخلش روحي. نهار اللي دخل في مناسبه مع انور مالك قلت له قلت ما حكمش في زوج، قال حبسوا وكذا ومنا، ونصحت قال ماهوش في صالح الجزائريين باش يدخلوا في صراع بيناتهم. لكن سي زيتوت راه نشوف فيه يتلاح من واحد لواحد، وهذا ما هو لا من صالحه هو، ولا من صالح الشعب، ولا من صالح تراشد اللي انا حطوني عضو فيها. شوفوا صدف ان النظام غبي يحطني يصنفني في حركة من نهار اللي خلقته يسب فيها برمني ذباب تاعهم، يعني ذباب تاعهم. انا كان نهار قبل ما تخلق رشاد جاوا عندي المستشفى الاخوان مسبي وعباس عروة وكيدوم وكذا، وعرضوا عليه، وقلت لهم انا لا، انا ما نامنش بالحركات السياسية خارج الجزائر، لان انا قبل ما نضرب من الخارج انا ضربت في الداخل، انا ضربت في الداخل وتعرضت للمضايقات وظليت في المحاكم اربع احكام عليا. نهار اللي خرجت تحكمت عليا خرجت باربع احكام بالسجن، لانه كانت ما في حبس يعني بالعقل، يعني شدوني بالقانون مش شدوني كصحفي. انا لما قالوا لي راهو زيتو تقال عليك الكلام هذا وهذا ما صدقتش، ما نحب نشوف، خلوني نسمع نشوف واش يقول الاخ زيتوت، ونرد عليه بلطف، ما نعاير ما نتهم ما نخون ما نجيب ما نقول حتى شيء، يعني ماشي مليح، فقط نقول له اسمع. كما تعرفون قبل حوالي اسبوعين عندما تفجرت قضيه محاوله اختطاف او اعتقال او اغتيال هشام عبود، أمور مش واضحة، لكن كان واضح أنهم كانوا يريدون به شرا، وهو فقط بالمناسبة مكانش خمسة أشخاص باش تعود الأمور واضحة للحقيقة، يعني يقولوا للتاريخ وللحقيقة. هايليك هذا الاتهام الأول، أنه يتهمني بالكذب الأولى، وكان هو يخدم معاهم باش يعرف باللي غير أنا يا ماشي خمسة، وزيد يقول اختطاف او اغتيال او نفس النتيجة، هي انه تصفية، هي تصفية جسدية، وما هوش فهم قالت ما على باليش. عادوا اسمعوا باش. كما تعرفون قبل حوالي اسبوعين عندما تفجرت قضية محاولة اختطاف او اعتقال او اغتيال هشام عبود، امور مش واضحة، لكن الامور مش واضحة، مش واضحة الأمور، اختطاف واغتيال واعتقال أمور ماهيش واضحة. أنا مانيش طالب لا من زيتوت ولا من غيره أن يواسونني أو أن يتضامنوا معي أو ينددوا، لأنه حتى التنديد ما نددش، الأمور ماهيش واضحة بالنسبة لي. وزيد أكثر مما يقول لك هو برك، الاخرين ما كاش منها، يعني راهو يكذب، يعني انا راني نكذب. هذا هو قال كما تعرفون قبل حوالي اسبوعين عندما تفجرت قضيه محاوله اختطاف
أو اعتقال أو اغتيال هشام عبود، أمور مش واضحة، لكن كان واضح أنهم كانوا يريدون به شرا، وهو فقط بالمناسبة ما كانش 5 أشخاص، باش تعود الأمور واضحة للحقيقة، يعني يقولوا للتاريخ وللحقيقة. يعني نكذب، انت تقول امور واضحه الحقيقه، يعني انا ما صرتش ندير نجي قال كاين 4 اخرين، يعني وكانه العمليه ماهيش عمليه تاع جهاز مخابرات اللي راهو كنت كلمت عليه من قبل، بانه كان مديريه الابحاث والتحاليل ديريكسيون دي ريشيرش داناليز اللي تراسها المجرم الكولونيل حسين بولحية، واللي ما ذكرش خلاص على لسان سيزيتو. بالنهاية الخلية هذه موجهة باش تقوم بمجزرة في الخارج، ونجيب لك الدليل باللي ماشي غير أنا ما الجهاز هذا يستهدف في المرحلة الأولى 5 من الناس، وبالدليل أنا أقول لك بالدليل، قلت بالدليل. قبل ما نجيب لك الدليل نزيدو نسمعو الى جزء ثاني اخطر من اللي قالوا اخطر. لطفي نزار ابن الحركي نزار كبران فرنسا، اللي كان باباه ايضا كبران عند فرنسا، وكان جده ايضا كبران عند فرنسا. احكي على خالد نزار. قلتوا على لطفي نزار في الخصومه اللي موجوده، مش خصومة في الحقيقة، هي محاولة اختطاف أو اغتيال لهشام عبود. هكذا يا سي العربي، تختزل محاولة تصفية جسدية قايم بها جهاز كامل ودولة كاملة تختزلها في شخص لطفي نزار عنده خصومة معايا. هكذا تحب تريد أن تبرئ ساحة العصابة. تعرف عملية كما هذه لطفي نزار واش عنده؟ واش عنده لطفي نزار باش يدبر عملية اغتيال وين فيها حسين بولحية؟ لأنه المكالمات اللي أو اليوم أمير دزاد نشر جزء من الآخر تاع مكالمات تاع لطفي نزار مع تيجا، لأن أنا ماني حاب ننشر والو، أنا عندي كل شيء ما ننشر حتى شيء، لأني العملية راهي على مستوى القضاء. على مستوى القضاء هذو باش ما نعطي لهم ما نكشف لهمش اوراقي. دونك عمليه كيما هذه ماشي لطفي نزار وماهيش خصومه، علاش تحب تبرئ ساحه العصابه؟ وعلاش تحب تخليها في شخص واحد غير لي انا ومع لطفي نزار؟ عمليه كيما هذه باش تتم داير، انا لما تبعتها انا اللي كنت عايشها، انت ما عندك علي حتى ما عندك لي حتى علم، أنا اللي كنت عايشها. فيها تبون، فيها تبون، فيها شنقريحة، لأن عملية كيما هادي ماهيش سهلة. ولما غيروا المخطط ديالهم ملي كانوا باش يصفوني في لياج، حولوا بعد قال لك الدهر إسبانيا، لانه سي تبون هو اللي قال نحبو حي في اسبانيا باش يدوه في اسبانيا، وكما قلت افتح يديروه في شكاره ولا بشينا، وعمليه كانت مدبره انه في اسبانيا. وهذا لطفي نزار كان يعطي في عندي تسجيلات كامل، عندي تسجيلات، انا تكلمش بالفراغ انه لطفي نزار واش علاقته بالموضوع، مدخل الراس ديالو عطراكش، ماذا بهم كلهم يكونوا كاش يسهلوا، حتى جرودة المنتنين تاع الزيقوات مدخلين روحهم وصابوا روحهم في المنداف، المنداف تغلق عليهم، كل واحد يحاول يدخل لازو. ولكن سي العربي ما تدخلش لازك انت ثاني، تحاول تبرئ ساحة العصابة وتحب تختزل عملية إرهابية، هذه تعتبر عملية إرهابية، هكذا صنفتها صنفها القضاء البلجيكي، حيث أن القضاء البلجيكي أعطى الفرقة مكافحة الإرهاب تاع لياج، أعطى المهمة باش
يحق في الموضوع. وفي باريس القضية رفعت أمام المحكمة المختصة في مكافحة الإرهاب. اللي حطيني إرهابي أنا راني قاعد أتابع فيهم الإرهاب، ونفرض أنت اللي حطينك معايا في نفس القائمة، وللأسف حطوني في قائمة نفس القائمة معاك في رشاد، أنا ما عندي حتى علاقة لا بك ولا برشاد. المفروض أنت تبينهم اللي راهم إرهابيين، ماشي تبرئ ساحتهم وتقول خصومة ما بين لطفي نزار وهشام عبد، ماهيش خصومة ما بيناتنا. قضية قضية اللي أنا نديرونج النظام أكثر منك. هذا هو مشكلك، انك تبقى مافيا دي جينيرو. يا سي انا في الجزائر في 92 اسست يوميا 11 شهر وغلقوها لي، لانني كنت نكافح فيهم. غلقوها لي وضربوني بربع احكام سجن. درت يوميا اخرى في 92، ما نقولش وين كنت وانا وين كنت في 92، درت يومية ليبر زادوا غلقوها لي بعد 6 شهور لاني حاربتهم بها. وزدت درت أسبوعية بعد ما غلقوا لي اليومية ثانية، درت أسبوعية بعد يومين زادوا غلقوها لي. غلقوها لي واتهموني وداروا لي تهمة ما زال حد الآن. بأمر بزاري أمضاه وزير الداخلية في ذاك الوقت عبد الرحمن مزيان الشريف، تهموني بالمساس بأمن الدولة، تروبل على الأوردر بيبليك، تروبل على السيكيورتي بيبليك، أتانت أو زانتيري سوبيريور دو لا ناسيون، الإخلال بالنظام العام والإخلال بالأمن العام والمساس بالمصالح العليا للأمة. هذا في 94، أنا هاوين كنت في 94، داكور؟ باش تجي من بعد تختزلها في خصومة، وما هيش خصومة، هي محاولة اغتيال، وما نيش فاهمها واش هذه. لا، ومن بعد زيد تحب تبرئ ساحة العصابة انه غير هشام عبود يرم سادف من طرف لطفي نزار ماشي من طرف النظام الحاكم. سي اللي السيارات اللي كانت تحت تصرف المنفذين من السفارة الجزائرية، ماشي لطفي نزار يمشي السفارة الجزائرية، التليفونات تاع ناس يشتغلوا للسفارة الجزائرية. حسين بولحية لما يتصلوا به يقول مسناح تنشاور، يشاور شكون؟ يشاور جبار مهنة، وجبار مهنة يشاور شنقريحة، وشنقريحة يبلغ التبون باش كلهم قال كلنا نكونوا مع بعض. ماهيش قضية تاع لطفي نزار باش يجي يدبر عملية اغتيال ضد هشام عبود. في نظام مازال دي هما دولة كاملة سيدي بينيكلي ما قدروش عليا، ما قدروش، وانا افتخر بذلك. ما تجيش انت تختزلها في خصومة مع لطفي نزار، لا. انت اذا ما حبيش تكلم عن الموضوع، ما تحبش، لا تريد إدانة العصابة، التزم الصمت احسن. اما بعد زيد تقول او غير هو، وانا شوف نزيد يعني تأزم لطفي نزار ابن الحركي نزار كابران فرنسا، اللي كان باباه ايضا كابران عند فرنسا، وكان جده ايضا كابران عند فرنسا. احكي على خالد نزار. قلت على لطفي نزار في الخصومه اللي موجوده، مش خصومه في الحقيقه، هي محاوله اختطاف او اغتيال لهشام عبود. وهو هشام عبود فقط في القائمة بالمناسبة، يعني ذكروا كونه أنه راح جاب وقال كاينين خمسة، هذا مش صح. قضية كلها، والناس اللي سمعت التسجيلات أنا ما علقتش عليها كثير، لأن يعني كان بعض المرضى كي يسمع نص كلمة، حتى ما يسمعش من عندي نص كلمة يمرض يعني. لكن هي تتعلق بعملية اغتيال أو اختطاف لهشام عبود. هشام عبود أضاف أربعة آخرين لحسابات عنده هو فقط، هو يعرفها جيدا، مش عايز ندخل معاه في جدال او في اي كلام. حتى مرات بعض الناس يقولوا لي راه قال كذا، قال انا لا اسمع له ولا استمع به، وخلوه يقول ما يريد. سيزيتوت، خير دليل على اني لا نسمع لك ولا نسمع بك هو اني شوف انت يا درت الفيديو نهار 4 نهار 2 افريل 11 افريل حتى اليوم باش نرد عليك،
لاني ما سمعتش خلاص واش قلت. خير دليل هذا اللي ماني سامع بيك خلاص. وانك تقول انهم عندي حسابات عليك درت خمسة، تعرفني قعدت معايا نهار، تعرف نواياي، تعرفني واش نفكر باش تجي انت وحدك نازل عليك الوحي انه هشام عبود زاد أربعة من عنده. انا اعطيك دليل الاول مثلا نور مالك ماشي انا اللي زدتو، اقرا هذا تيا يقول له سلام مسيو انور جيسبر كو فو بورتي بيان جو نو سوي با جو نو سي با سي فو مو كونيسي او نو فوالا جو سوي تيغا عبد القادر domicilié en Belgique. Je vous demande de faire attention à vous. L'État algérien est en train de planifier un assassinat contre votre personne. Je vous demande de ne pas rendre publique cette information, etc. Tiga Abdelkader. J'ai une idée de ça. Tiga Abdelkader, il khabar Anwar Malik. Vous dites, il dit, maintenant, vous êtes officiellement informé et j'ai la conviction et j'ai la conscience tranquille. J'ai fait mon devoir. Faites attention à vos déplacements, vos fréquentations en attendant des informations nouvelles de ma part. Je vais essayer d'informer les autres personnes dans la liste ciblée par l'État algérien. Il y a plusieurs équipes. Alors, Anna Likulta Hadi, Loula. Farhat Mahni, elle a donc Abdel Remarque, il a reçu un mail. شيء اللي بعثته له مثلا قدرت ليا كيما بعث لي انا كيما خبرني انا وكيما انايا خدمته وعاد يسجل لهم في المكالمات تاعهم ويتراسل معهم لي زيميل ويبعث لي فيهم نفس الشيء كذا حيصير مع انور مالك داكور فرحات مهني ماهوش اول مره اللي تعرض على محاوله اغتيال وكان في الليستا عبد السمار النهار اللي نشر المكالمه الهاتفيه ما بين منفذ العمليه وتيغا تسمع اسم عبد الصمار وامير نزاد كيف كيف دونك ماشي انا اللي جيت درت الليست اللي نوايا فينا عيب تقول هذا الكلام لا عيب فريمون عيب تختزل دابور قضيه كامله محاوله اغتيال تقوم بها عصابه مجرمه تحب تهبط تبري صحه العصابه وتقول خصومه مع لطفي نزار شوف ومن بعد ماهيش عمليه مخططه من طرف انا نهار ننشر الايميل تاع اللي جا التيغا ونقولوا يطلب الدراهم يقولوا تقول العمليه الحاليه ولا العمليات القادمه هنا تعرف داك الوقت كي انا ملتزم بما يقوله المحامون لاننا احنا عارضين قضيه على le parquet antiterroriste du tribunal de Paris. La chute mosquée. Hadi Isaba Irhabi, un imbible Isaba Irhabi. Donc, il y a un tas de choses. 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 Même si on a un tas de choses. Il y 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 a un tas de choses. طردني نكذب ولا وهذا عنده يعني نية أخرى وعنده ويعرف واش النوايا لا عيب 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 ماشي مليح تقول هذا الكلام هذايا شو أنا ما نجبد لك والو ما نقول عليك ولا كلمة سيئة لأنه ماهوش من صالحنا ولا من صالح الشعب الجزائري باش نجبد لك انا ماضيك ونبدا ونضاربو ونبداو لا ماشي هذا هو الهدف انا فقط لتنوير الراي العام انه العمليه ماهيش عمليه شخصيه بيني وبين لطفي نزار لطفي نزار ما يلحقليش للرباط تاع ظافري داكور ما يلحقش للرباط وما يقدرش يتجرا على هذه وزيد ماهيش عمليه خصني غير انا برك خص اذا انت شفت بلي بس كنت ماكش في القائمه ماهوش ذنبي
انت هاك تشوف الطريقه تاعك في الطرح تخدم العصابه. لما تقول القضيه خصومه ما بين هشام عبود ولطفي نزار، هذه خدمه لمن؟ هذه خدمه لمن؟ لما تقول لا ما كاش منها ربعه ما خمسه غير هشام عبود وحده، خدمه لمن؟ لمن هذه الخدمه؟ ما نقولش درتها عن قصد وما نتهمك بحتى شيء، وانا بعيد عليا انا ما نقدرش نتهم الناس، ما نتهمكش تماما تماما، حتى لا افتح الباب لملاسنات ولا خدم بوليميك، لا. انا هذا اول واخر تدخل في حالة وين نتمنى انك اما تعتذر. هذه والاعتذار من شيم الفحولية والرجلة، من شيم الفحولية والرجلة الاعتذار. قال غلط، انتهى الأمر ونغلق الملف، ما بقى في له. أما إلى باش نفتح جبهة أخرى، أنا مستعد لفتح عشرات الجبهات، لكن فضل هنا نحبس، لأنه فتح جبهات بيناتنا تخدم العصابة. إذا أنت حاب تخدم العصابة اتفضل افتح الجبهة اللي بغيت وأنا تصيرني مستعد. أما أنا ما نفتحش، أنا فقط رديت لأنك ماشي قصني أنا، لا نجم أفو ونجم أفو ما قصتنيش، أنك خدمت العصابة رغم لا إراديا، ما نقولش إراديا، لما جيت حب عملية اغتيال تقول معنا باليش لا اعتقال ولا اغتيال ولا اختطاف، هي كلها تصفية جسدية يا سي، وعلاش لداوني في الطيارة يعني، ومن بعد تحب تدخلها يتفهم مع إسبان يديروا كما محمد عبد الله، لا نو 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 كومبار با، ما تقارنش. أنا لما دخلت لاجئ سياسي من فرنسا سمعت كانوا علي 4 أحكام بالسجن في الجزائر، كانوا علي 4 أحكام، كانوا مقررين يرفضوني نهار 3 عيد بتهمة التخابر مع قوة أجنبية، لأني كنت نكتب في جريدة كنت مراسل على كوتيديان دو باري نحاول الاعتماد، ونو متفاهمين هنا كور ماشي تاع لا تقول لا ما يقدروش يسلموني انا، لا الفرنسيين ولا الاسبان ولا الزين، انا ما بديتش من البارح يا سي محمد، راني من 90 وخرجت لهم تاي تايم من 92 انا نضرب، ماشي نضرب الكلام، انا نحط دراهمي ماشي نربح الدراهم من خلال النضال، انا نحط في دراهمي. أنا كتاب لا مافيا دي جينيرو الدراهم اللي دخلهم درت بهم مجلة على سين دو ترومات، ما رحت شريت بهم دار ولا قهوة ولا رستوران ولا لا، عاش مكسب مات ما خلانا، ما عندي تجارة ما عندي، حتى لما ندير تجارة نديرها في وسيلة إعلامية وما كاش حتى اللي يجي عاود، ندير التلفزيون اليوم راني مودان، وعلاش درتو باش نضرب العصابة نضرب بالثقيل، درت جرائم باش نضرب، دخلت الجزائر درت جريدتين نضرب بالثقيل، وانا نبين باللي انا ما نضربش من الخارج برك، انا نضرب من الداخل، وانا دخلت الداخل وبقيت محاصر وحالو باش الاخر يمنعوني من السفر وباش زعما يلعبوها لي والو، انا نضرب من الداخل، نضرب من الداخل. دونك على هذه اللي رديت، لأنك حبيت تخفف من عملية إجرامية متابعة قضائيا في بلجيكا وفي فرنسا من قبل القضاء والشرطة اللي تحارب الإرهاب، عملية إرهابية باش نبين لهم هما اللي حاطيني إرهابي وحاطينك انت إرهابي، من المفروض تستغل الفرصة تقول ها هم الإرهابيين، ما سمعتكش قلتها خلاص، ما قلتش عليهم إرهابيين. على كل حال في الشيء اللي بعثوا لي الناس، أنا كما قلت ما نسمعك ما نسمع بيك، هاش تردك الصرف ديالك، ما نسمعك ما نسمع بيك، هذا الصرف تاع
تعكمت ما نسمع وما نسمع به. وخير دالي على ذلك اني رد عليك بهذا الرطار كامل، لاني حتى لما كانوا قالوا للناس انا ما ردش، دونك ما عنديش دليل. لما نسمع نشوف باللي يا صاحبي عملية إرهابية رديتها انت يا خصومة بيني وبين لطفي نزار، عملية اللي تستهدف مجموعة من الرجال حبيت انت تلغيها. علاش تلغيها؟ لصالح من تلغيها؟ نعطيك البيان، نقول لك هاو الإيميل اللي جاء أنور مالك، هاو روح قول تيقا وعلاش تبعث له. أنا من نهار الأول تيقا عطاني اللي استقالي هاهم، قال لي فرحت مني أنور مالك أمير دزيد وعبدو السمار. بورتو عبدو السمار يا أخي ما راهش مصنف إرهابي. عبدو السمار حتى لما كلمته أنايا هو أول واحد اللي خبرته، والوحيد اللي ما خبرتوش هو أمير دزيد اللي كان مبدل النمرو ديالو حتى تهضرنا راه درني. قال لي صح عطاني نمرو واحد آخر، ومرات يعيط لي ما نعرفش بلي هو، ما ردش عليه. ولكن هو فيها أمير دزيد وأنور مالك فيها اللي بعث له تيكا وما شاورنيش، وبعث له نهار اللي أنايا قطعت به الحبل كي شتو عاد يحب يراوغ. أنا استغليت وعطاني الشيء اللي بغيت، كي يحب يلعب يراوغ بعثته يقضي. بعد بعث خبر أنور مالك، فرحت مهني خبرته، أنا خبرت غير الآخر، خبرتهم كامل. قال خذوا حذركم، منين راح نجيبها هنايا؟ يعني نقول لك النهار اللي ننشر المكالمه ما بين تيكا وواحد المنفذين يذكروا عبدو السمار. عبدو السمار ما تعرفش، عبدو السمار ما هدرش مع بارحة حتى بعد ما تكلمنا وكذا كامل ما هدرش عليها، وعنده علاقه طيبه مع لطفي نزار، ولكن هو في السيبلا كان. لطفي نزار محرج غير عليا انا تسمى، هو اللي جاب لهم تيكا. ها هو دور لطفي نزار، كان يحوسوش كيفاش باش يجبدوني، كاش يجبدوني جاب لهم تيكا، وتيكا ما يعرفني ما نعرف، عمري ما تلاقيته الى يومنا هذا، عمره ما تلاقيته. انا ما حد ماشي ساهل باش يجي واحد يلاقيني، ولا واحد باش قال يعرفني على قهوه ولا على عشاء. دونك على هذه اللي رديت، انا ما قبلش باش عملية إرهابية يقوم بها نظام إرهابي تختزلها انت في خصومة مع شخص وتلغي ربعة ضحايا مستهدفين. وعلاش حتى وان ما نتفاهمش معاهم يبقوا هادو ضحايا تاع نظام إرهابي؟ ما نتفاهمش معاهم أسيل، يبقى ضحايا نظام إرهابي لا أكثر ولا أقل، وما نجيش في صف النظام الإرهابي ونقول لا ما كاش منها ما هوش مستهدفهم أبدا أبدا، ولا نجي في صف النظام الإرهابي ونقول لا ما كاش هذا كان اللي قرر ويكذب أو عنده هدف آخر. تعرفني باش قول عندي هدف آخر، عندي نوايا أخرى، قعدت معايا تعرفني واش نفكر. لا سي مش مليح تدخل نتايا تولي تقول انا نعرف واش يفكر هذاك واش يفكر هذا، هذا غرور. هذا انك تقول انك تعرف كيفاش نفكر انا وعندي نوايا وعندي هدف. ها يا سيدي فرضا انهم ما كاش منهم وانا اختلق 10 ماشي 4، واش الهدف؟ هو اني باش نفضح العصابه باش نكبر لها جرمها. الأحسن نكبر جرم العصابة أو نخفف عليها. هيقول نكبر الجرم أكثر من نخفف عليها، ولكن هذه العصابة ما هيش محتاجة باش نزيدوها لنقصولها. هذه العصابة عندها ما يكفيها باش نشنقوهم 10 مرات في النهار، لا داعي باش نزيدو عليها ولا نقصولها. درك اللي يحب يخفف عليها عنده حاجة، ما نتهمكش باللي عندك حاجة. أنا واش نقول؟ نعطيك أنا بالصراحة، أنت درت هذا الشيء قلت هذا الكلام ماشي خدمة للعصابة. شوف أنا كيفاش لطيف معك،
ماشي خدمة للعصابة، وإنما غرور. غرور، شوف روحك أنت هو زعيم المعارضة، أنت هو زعيم كلش، وبالتالي إذا كان واحد يعني يتعرض لمحاولة اغتيال هو أنت، مش ممكن تعرض واحد آخر وأنت لا، لأنك أنت هو اللي تزعج النظام. ولكن النظام يختار، يعرف شكون يزعجه، ويعرف أن تقدرش تقول أنت تزعج النظام أكثر مني، وأنا مانيش ندير لاكورس. أنا قلت لك أنا مانيش معارض، خليت لكم المعارضة لكم، أنا صحفي. وحتى أنت لما ننتقد حركة رشاد ننتقد لها، ننتقد يلزم تقبل النقد، وإلا تولي كي العصابة الحاكمة هي ثاني ما يلزمش تنتقدها. لا، أنا أنتقد النظام وأنتقد المعارضة وأنتقد كل واحد. وعلاش؟ مش ننتقد من باب لا، وأنا ما قال هاو شي زم الدير هاو الأغلب، ما هوش انتقاد من أجل الانتقاد، لا، قل لك هاو شي زم الدير. أنا لما كنت على عشر قلت رشاد عليها أنها تبين برنامج سياسي تعرف به الشعب، تكرس البرنامج هذا، جميع من يتكلم تكون عندها قيادة، ماشي كما تاع العصابة. من 2007 ما تغيرتش، ما كانش مؤتمر، ما كانش لا العمل تاع حركة كما رشاد، وقلت أنا ماذا بيها تكون أقوى حركة، هو أنها تجند، أنها تعمل على تأطير هذه الجماهير اللي محتاجة لمن يرافقها في حراكها. والتأطير ما يجيش عن طريق اليوتيوب، ما يجيش عن طريق الغبيب، يجي عن طريق العمل اليومي، العمل الجواري، الترافاي دو بروكسيميتي، الترافاي او كوتيديان. سي سا لا فوا ان لالجيري سو مزور ا لاكسيون كوتيديان. الإيمان بالجزائر يقاس بالعمل اليومي. على هذا أنا اللي رديت، ورني نقول هذه آخر مرة أنا نرد على واحد محطوط في المعارضة، محسوب على المعارضة، يقول راني نعارض النظام، وهنا لأنك أخطأت وقلت يعني أخطأ كبيرة، وأنت تهمني بالكذب وتحب تخفف على العصابة، أن العصابة ماهيش مستهدفة خمسة من الناس ولا مستهدفة شخص واحد، وماهيش العصابة اللي مستهدفة، هذه خصومة مع لطفي نزار. لا ستوب، كل شيء بان عن طريق القضاء، سينو ما عرفتش أن الدعوة قضائية ضد تبون، ضد شنقريحة، ضد هذو المسميين جبار مهنا، جبار مهنا، حسين بولحية، شفيق مصباح، بورتوس كان صديقي، ولكن باعتبار أنه مستشار للرئاسة، مستشار شرشابون، مستشار الأمني، حطيته في الليسة لأنه مطلع. نعرف ياش هذه ماهيش جي هكذاك برقال تختزلها في لطفي نزار. هادو زيد الملحق العسكري الزوج اللي راحوا هما زجوا برواحهم، على كل حال هاي كشفت البازقة، ولطفي نزار طبعا نحطوا من الناس يشكلي انه داخل معهم، والجرد المنتن هذاك معهم لانه حتى هو مستعملينه كومرولي ميدياتيك. فوالا، عملية ما هيش تعبيني بين واحد ما يجيش حتى في الظفار تاع صباعي. اتمنى مانيش نطالب منك الاعتذار، لا، هنا كانت لك من شيء من الرجولة أن تعتذر وتحبس هنا الحكاية وقال اعتذر والسلام، وما كانش قصدي، حتى لا ندخل في ملاسنات وصراعات نحن في غنى عنها، والناس يعني يسمعوا فينا شهود على ما راني نقول، راهم شهود على الشيء اللي نقول. مش باغي نزيد كلام اخر، لاني راح نزيد راح تولي حاجه اخرى. خلينا نحبسوا هنا، وانا باش نقول دائما الصراعات اللي ما بين
الناس اللي ضد العصابة تتأجل إلى ما بعد سقوط العصابة. ذاك الوقت نأكل بعضنا إذا تأجل ما بعد سقوط. إذا حبيتوا مقبل بس تطولوا في عمر العصابة أنتم مسؤولون على ذلك ولست أنا. ربي قدر الخير بلادنا، ربي بعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.